الياغورت من مشتقات الحليب اللي كنستهلكو بشكل يومي، شنو ظهر لكم تحضروه جميع في البيت؟ المقادير اللي غادي نحتاجو باش غادي نوجدو الياغورت الكريمي، عندنا نص إترو ديال الماء، تنديرو معاه 110 غرام ديال الياغورت الطبيعي، كنديرو معاه نص رابعة أو 125 غرام ديال الحليب غبرة أو الحليب مجفف، وعندنا 5 سنتيلتر ديال القشدة الطرية أو الكريمة، لأننا حنا غادي نحضرو ياغورت كريمي. أول حاجة تناخدو الماء بارد بطبيعة الحال، وكنضيفو عليه الحليب. كيخصنا نخلطو الحليب والماء باردين باش ما يكونوا ليناش داك الكويرات، عاد باش تنشعلوا عليهم العافيه، حتى كنتاكدوا انه الحليب راه داب لينا وسط من الماء. انتما كتشوفوا كيفاش كيولي، كنشعلوا عليه العافيه وتنخليوه كيدفع العافيه مهيله، خاصو يدفع عاد باش من بعد تنضيفوا عليه الياغورت وتنضيفوا عليه القشده الطريه. انا كنقترح عليكم نستعملوا تشكيله ديال المربى، كاين عندنا المربى ديال الفواكه الحمراء، كاين عندنا المربى ديال الليمون، كاين عندنا المربى ديال الحامض. فكناخذوا هكذا كميه ديال المربى تاع الحامض وكنفرغوه في الطويسات اللي غادي نديروا فيهم الياغورت. هنا درنا زوج ديال الغريرفات بالمربى ديال الحامض ميرتي، واللي هو نوع من انواع الفواكه اللي كتكون في الغابه، ولا تنسميوه البلو بيري. بعد ما كنكونوا عمرنا هاد الغريرفات بالمربى كناخذوهم وكندخلوه بالمجمد حتى كيقصح، بالاحرى تجمدات المربى اللي عملنا فيهم بحال هكا. دابا كنخليو داك الحليب قلنا حتى دفى، بعد كيدفى كنطفيو عليه وكنزيدو عليه الياغورت، ودابا خصنا نخلطو مليح. ضروري الياغورت يتمزج جيدا مع الحليب اللي عندنا. غادي نزيدو علو قشدة طرية من 5 سنتيلتر، كيمكن لينا نمشيو حتى 10 سنتيلتر إلا بغينا. هذا هو اللي كيخلي الخليط ديال الياغورت ديالنا يجي كريمي وقشدي. غادي ناخدو وغادي نفرغو في الدواز اللي غادي نصب به وسط من هاد الغريرفات هادو. اذا غادي ناخذ الغريرفات غادي نزلهم في الاله الخاصه. هاد الاله كيمكن لينا بطبيعه الحال نعوضوها بشي طنجره فيها المدافي، ما خاصش يكونوا عندنا الحبيبات في الخليط ديال الياغورت. كناخذو وتنعمر بعد ما نزلنا الغريرفات هكذا في الماكينه الخاصه بالياغورت، تنغطيوها وتنخدموها، تنخليوها لمده 8 ديال السوايع. في حاله الا ما كانتش عندنا هذه الماكينه هذه، كيمكن لينا نستعملوا طنجره. كناخذوها وتنديروا فيها الماء، داك الماء كيكون سخون، كنطفيو عليها، تنستفوا فيها الغريرفات ديال الياغورت. هذا الماء تيكون سخون كيف ما قلت، تنجيبو واحد القطعة ديال الثوب أو المنديل باش ما يعرق ليناش الياغورت ويقطر فيه الماء، وكنغطيوها بحال هكا وكندخلوها للفران اللي كيكون طافي باش كتبقى سخونة. تيمكن لينا كذلك نضيفو قطعة أخرى ديال الثوب باش كتزمت وكيرجع الصهد على داك الياغورت على هاد الشكل. غادي ناخدها هكا وغادي نخليها في الفران طافي. بعد ما كنخليو الياغورت كيخمر لمده 8 ديال السوايع، تنخرجو وتنحتفظو به في الثلاجه. بعد ما تنقفلوه بطبيعه الحال على الاقل واحد ساعتين او ثلاثه حتى كيبرد مزيان، وكان احسن الا خليناه سيبات تيتجمع مزيان وتيقصح. بالف صحه وعافيه.